سوري الجنسية أنا أعيش في حلب شو دورك بالكويت؟ ملازم دورك بالكويت؟ مخابرات سوريا من أي محافظة؟ محافظة الوسط ما هي العمليات التي تم تنفيذها؟ تفجير وخطف وقتل تفجير وخطف وقتل نعم عبد الله كيف ذبحت بيدك؟ كم واحد؟ سيدي بسمع عن المجموع الواحد ثلاثي البداية طلب مني أنه أتدرب يعني وين في اللاذقية ذهبت إلى اللاذقية تدربت تقريبا سنة على التفجير والقتال يعني تجسس